مباراة الشبيبة القبائل والنجم المقر في الجولة الأولى من الدوري الجزائري لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل الضغط زر والاشتراك في وشكرا لكم مسبقا ملعب الذي سوف يستقبل المباراة ملعب استاد مونوسيبال دو المقر توقيت المباراة سوف يكون في الساعة الرابعة مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساء بتوقيت قطر والسعودي والامارات اما القنوات الناقلة المباراة الموقع الرسمي لفريق النجم المقرة الناقل الحسنية المباراة نتمنى لكم الكفر لا تنسوا دعمكم واشتراك بالقناة وتفعيل الخاص السعر الكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل مباريات القوية والمقبلة ونرى بكم مواعيد في مواعيد قادمة